هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده زي ما انتم شايفين كده هيكون عن النيو يير. اكيد لابسين اخضر في احمر في ذهبي، ان كان في ضوافري او كان ورا. قلت النهارده اعمل لكم فيديو عن النيو يير زي ما عملنا السنه اللي فاتت. يعني احنا كده خلاص نتعود ان احنا كل سنه ان شاء الله هنعمل ميك اب لوك عشان السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنه الجديده تكون سنه سعيده علينا كلنا. زي الحمد لله السنه اللي قبلها كانت الحمد لله بالنسبه لي كانت سنه كويسه، ايا كان اللي حصل فيها، حتى لو حصل فيه حاجات وحشه الحمد لله ان احنا كويسين، والحمد لله ان احنا بصحه كويسه، ودي اهم حاجه في الدنيا. بس يا بنات يلا بينا على طول نبتدي الميك اب لوك للنيو يير. وانا سوبر اكسايتد للميك اب لوك ده، حتى لسه معلقه الحاجات دي قبل ما ابدا الفيديو، مبسوطه جدا بيهم اصلا. فعلا ما يصحى اصلا من النوم هينبسط قوي، هو لا ينبسط لا يقطعهم، هي حاجه من الاثنين، بس اي ثينك ان هو هينبسط قوي بشكلهم. بس كده يا بنات يلا على طول نبتدي. بس قبل ما نبتدي تعملوا لي لايك كبيره قد الدنيا، وكمان تشتركوا تحت في القناه المربع الاحمر الموجود تحت الفيديو، ويلا بينا على طول نبتدي. سوري طبعا ان انا مناخيري اصلا ضايعه، بس انا للاسف عندي برد، برد مش طبيعي، بس عمري البرد ما هيمنعني ان انا اصور لكم فيديو خالص. اول حاجه ابتدي بيها ان اقول لكم على درجه العدسات. العدسه دي من ديزيو اللي هي لونها اخضر، مش عارف اسمها وايلد جرين، اسمها وايلد جرين، بس هكتب لكم اكيد الاسم على الشاشه عشان ابقى متاكده، بس انا امشور انها اسمها وايلد جرين. هبدا الاول ان انا احضر بشرتي للميك اب. هبدا الاول بالمرطب، هستخدم المرطب بتاع كيو في كده بالظبط، وهحطها على كل بشرتي. انا مبسوطه قوي بضوافري الذهبي دي، انا اصلا بموت في اللون الذهبي قوي. يعني انا اصلا اندرتون بتاعي على ذهبي، يعني في ناس بتبقى عارفه الاندرتون بتاعها من ان هي بتلبس ذهبي او بتلبس فضي، بس انا بموت في الذهبي. اكشلي بموت كمان في الذهب، يعني الذهب انا بحبه قوي قوي. تاني حاجة يا بنات، هاخد الكريم ده من سويس اماج، ده الكريم بتاع العين، وهحطه تحت عيني. بس عاجبني برضو الخاتم ده، عاجبني قوي. انا عندي الحلق بتاعه بالظبط زيه، بس عاجبني قوي صغنوني كده، والفص الاخضر ده فيه حلو قوي. هستخدم البرايمر ده من ايسنس، اسمه اتش دي هايدرو برايم. ده زي مرطب برضو، يعني عايز بشرتي تبقى مترطبه كفايه عشان ما تشربش فاونديشن. ويمكن السبراي ده اكتر واحد حبيته، ما حبيتش التاني اللي هو السيتنج سبراي، ما حبيتوش نهائي بتاعهم. الحاجات اللي ورا دي كنت عايزه اجيب خلفيه، يعني كنت عايزه اجيب حاجه يكون عليها مثلا سنو، حاجه يكون مرسوم عليها بابا نويل، لكن ما لقيتش. فكنت بتمشى انا وصاحبتي كده في كارفور، فلقيناهم بيبيعوا الحاجات دي، فخدنا احنا الاثنين منهم. بس الصراحه طلع شكلهم حلو قوي، وبالذات الاستاذ ده تحسوا قاعد عامل كده مبسوط قوي. حتى بصوا بيضحك والله، يعني تحسوه بيضحك، مش عارفه ممكن تكونوا شايفين ضحكته ولا، بس هو بيضحك يعني. بعد كده يا بنات هستخدم البرايمر ده من ويت ان وايلد، اسمه برايمر ديتان، وهاخد حاجه كده صغنونه ومشيها على كل وشي. بصي يا بنات، البشره لما بتترطب كويس قوي وبتاخد حقها قبل الميك اب بتطلع حلوه جدا جدا. وطبعا عشان عقده عمري اللي هي المسام، هستخدم البرايمر ده من عند عهود، اسمه فيلفت فيل اعتقد كده. البرايمر ده فظيع على المسام، حلو جدا. البرودكت اصلا اللي عند عهود اللي بحبها قوي، وبطبطب كده بس على المسام، عشان الطبطبه دي بتخلي البرايمر يدخل جوه المسام على طول، كانكم جايبين كيس وعمالين تحطوا الحاجه من فوقيه كده، فاهمين الفكره؟ بس بحس فعلا ان هو بيغير لي شكل المسام خالص. للاسف يا بنات الكاميرا فصلت وانا بحط الفاونديشن. استخدمت الفاونديشن ده من ميك اب ريفوليوشن، اوكي، الدرجه بتاعته F6، واستخدمت معاه الفاونديشن ده من كيكو، الدرجه دي اسمها N40، وخلطتهم مع بعض، وزي ما انتم شايفين اداني فول كفرج فاونديشن. عايزه اعمل الميك اب لوك ده لحد اسمه جيمس شارلس،
اعتقد اسمه كده، شفت صورته على انستجرام فعجبني قوي. الميكاب لوك زيتي مع شفايف حمراء، يعني اللوك شكله حلو قوي وعجبني، فهنعمل الميكاب لوك ده. هحط لكم صورته دلوقتي على الشاشه عشان تشوفوا شكله عامل ازاي. اكيد مش هطبقه كله، يعني هاخد منه اللي يناسبني واعمله عليا. هستخدم الكنسيلر ده من ايسنس اسمه كاموفلاج، تقريبا الشكل ده لسه نازل جديد. الدرجه دي اسمها 20 لايت ايفوري. الكنسيلر ده يا بنات ووتر بروف تاتو كفرج، يعني هو مكتوب عليه كده ان هو تغطيته عاليه قوي لدرجه انك لو حاطه تاتو هيغطي لك التاتو ده، فهاخده واعمل بيه هايلايت. واكشلي دي اول مره استخدم فيها الكنسيلر ده، فهيبقى يعني الفيرست امبريشن معاكم. يعني نعمل بيه هايلايت بقى، بما ان ايه الميك اب لوك ده عايزينه حاجه كده وهم. الفرشه بتاعته عجباني، عاملينها يعني عايزه اوريها لكم، يا رب تكونوا شايفينها، عاملينها كده زي شكل سهم كده من فوق، فحلو عشان لو عايزين تدخلوها في اماكن كده زي هنا كده، فصغنونه حلوه يعني شكلها مختلف. واخده بالي ان هو فيه ريحه، يعني تحسوا جواه بارفان، ودي مش بتبقى حاجه حلوه يعني في الميك اب. اوكي عملنا كده هايلايت في كل الاماكن اللي عايزين نعمل فيها هايلايت او نبرزها. انا قلت لكم قبل كده في لايف تقريبا ان انا ما بحبش الحاجات اللي بيبقى مكتوب عليها كاموفلاج، ما كانش بيعجبني التكتشر بتاعتها، بس انا ما جربت التستر بتاع الكنسيلر ده عجبني الصراحه، فقلت يلا يمكن يبقى لطيف. هو الكفر زي ما انتم شايفين كده يعني عالي قوي، بس مضايقاني ريحته، يعني مع انه ريحته حلوه بس مضايقاني انه فيه ريحه، يعني مش حاجه حلوه ان يبقى الحاجه فيها ريحه عطريه قوي كده. يعني يفككوا من الريحه وركزوا في البرودكت. يعني اوكي لا هو فعلا كتغطيه حلو جدا، بس للاسف ايسنس بقى عندهم عيب ان هما ما عندهمش الشيدز، يعني الكنسيلر ده لقيت منه بس 3 درجات. هاخد الدرجة دي من انستازيا اسمها سينامون اوكي، من الباليت بتاعت الكونتور الكريمي، وهعمل كونتورين. وزي ما قلت لكم اللوك ده هيبقى ايه، لوك دسم يعني هيبقى تقيل تقيل تقيل، عشان البنات ما تقولش ايه كل ده برودكت ومش برودكت، لان انا بقى يعني هتوصى باللوك كده. هعمل كده شويه عشان يبرز لي غدودي اكتر، وكونتور الانف كترت شويه، كترت انا حاسه ان انا افورتها قوي، بس anyway كله بالدمج هيظبط. اوكي وهنا برضو لوك تقيل بقى. وبعد كده هاخد الفرشه دي، كنت جايباها من السات بتاعه سو.com، وهعمل بيها بلاندنج. البلاندنج في الكونتور الكريمي لا تروحي وتيجي كده في نفس المكان، لا اما تدمجي على فوق دوائر كده على فوق، ما تحاوليش تدمجي على تحت عشان ما يسقطلكيش وشك. وهاخد الليبستيك ده من نيكس اسمه سبايسي، ده شكله هو لونه احمر، بس هي الاضاءة مبينة شوية على فوشيا، بس هو لونه احمر. استخدمي البرودكت اللي انت تحبيها والحاجة اللي تخدم اللوك بتاعك. انا بس عايزة الميك اب لوك ده يكون فيه سبيشل شوية، يعني عارفين لما تبقوا عايزين تطلعوا كل البرودكت اللي عندكم تستخدموها. انا حاسه ان انا عايزه اعمل كده النهارده. هستخدم الباودر دي من رقمه، هي لوز باودر شفافه، هثبت بيها بس الاماكن اللي انا عملت فيها هايلايت. خدت بالي ان الكنسيلر ما كسرش تحت عينيا،
ودي حاجة تبسط الصراحة، يعني فعلا حاجة حلوة يعني، وانه من ايسنس فدي حاجة لطيفة يعني. محتاجتش ان انا مثلا قبل ما احط اقعد ادمج الخطوط او حاجة خالص، مفيش يعني، تحسوه ما دخلش في الخطوط، لان انا ليتلي بقى عندي خطوط الحمد لله. كده حلو موضوع الشنب ده. واثبت برضو بالمرة جفن العين، وزي ما قلت لكم اللوس باودر بتاعت رقمة انا ما بطولش فيها تحت عيني، عشان هي للأسف بتنشف منطقة العين او بتنشف الوش عموما، بس يمكن اكتر حاجة اما جربتها اول مرة نشفتها لي منطقة تحت عيني، حسيتها فجأة كأنها اتجبست، فما بطولش موضوع البيكنج في رقمه بالذات. بس هي الصراحة اكتر باودر دلوقتي بقيت بستخدمها. عايز اثبت بقى الكونتور الكريم اللي انا عملته، فهستخدم الكونتور الدرجة دي من ذا بالم، اسمها بهاما ماما، ده شكلها. عايزة بس اثبت يعني، مش هياخد منه كتير، هياخد الفرشة دي انجل كده شوية بس منفوشة حبة صغننين عشان اعمل بيها كونتور الانف. دي من الست اللي جبتها من جولي شيك. استخدم جل الحواجب بتاع انستازيا، الدرجة دي اسمها دارك براون، ولو مشفتوش الفيديو بتاع طريقة رسم الحواجب هتلاقوا اللينك ظاهر فوق هنا على الشاشة. استخدم مسكرة الحواجب دي من ايسنس اسمها ميك مي براو، درجتها اسمها براوني براوز. هستخدم البالت دي من ميك اب ريفوليوشن اسمها ريلودد ايكونيك ديفيجن، هاخد منها يا بنات الدرجه اللي على اصفر دي، هي درجتها اصلا هافان بس مش عارفه باينه اصفر اوفر قوي ليه كده، وهحطها تحت كسره الحاجب. اكشلي انا ما اعرفش البالت دي بتفول اوت ولا لا، لان ده اول استخدام ليها، فمش عارفه هتوقع على الفاونديشن ولا لا، بس اتس اوكي كله هيبان. كل ما توزعوا اللون على مساحه كبيره كبروا فرشه البلاندنج، يعني شايفين الفرشه دي قد ايه، هاخد اللون ده واحطه تحت اللون اللي انا حطيته في الاول. صغرت الفرشه شويه، صغرت فرشه البلاندنج شويه. بصوا هو الالوان يعني مش بتفول اوت، بس هي بتطلع من ال، يعني عارفين لما تحطوا لون كده وتلاقوه طلع مكانه او طلع حواليه، هو كده بالظبط. مش عارفه ممكن تكونوا فاهميني ولا لا، بس اكيد انتوا فاهميني. حطيته تحت اللون اللي انا حطيته في الاول تحتيه على طول، بحيث ما يبانش من لوني الاولاني غير اطرافه، اول لون على اصفر، تاني لون عارفين لون المانجا كده بس غامق شويه، يعني اغمق من لون المانجا شويه. بعد كده في الصوره عايزه اعمل لكم زوم، اللون اللي حطه تحت شويه من الالوانات اللي على الاسفل دي لون محمر شويه، شايفين اللون. بعد كده هاخد اللون ده، شايفينه اللون ده، وهحطه تحت اللون التاني اللي احنا حطيناه اللي هو فوق كسره العين. اللون ده بقى ايه، عايزين نشوف قوي ولا لا، يعني هيبان ولا لا، يعني اوكي لا بيبين، ترى ممكن تكونوا شايفينه ولا لا، بس اصلا انا لما باجي اجرب لون مش باخد كتير مره واحده، يعني ببقى لمسه بس كده الاول، وبعد كده بروح حاطه الفرشه بقى ايه وانا ضامنه يعني كده. كل ده يعني حطيت اللون الاولاني في فرشه واسعه، وبعد كده حطيت اللونين التانيين بنفس الفرشه. بعد كده رجعت صغرت فرشة البلاندينج تاني
اوكي، وهاخد اللون البني ده شايفينه واحطه بالظبط في كسرة العين. هو الميك اب لوك بتاعه محمر اكتر، بس اعتقد ان الميك اب لوك اللي فات يعني كان محمر، فبلاش ملل يعني. فانا قلت هاخد منه يعني هاخد من الميك اب لوك اللي يعجبني. بعد كده هرجع لاول فرشه اللي انا حطيت بيها اللون المصفر شويه ده، وادمج بيها اطراف الالوان من بره كده زي ما انتم شايفين. هاخد اللون اللي هو الزيتي شويه، مرضتش اروح للون الاخراني ده لان هو الزيتي، بس اما هاجي احطه فوق عيني هيبان كانه اسود، يعني مش هيبان درجه الخضار اللي فيه. فهستخدم اللون ده الاول، بس هجربه الاول اشوفه لونه قوي ولا لا. لو مش قوي هحط له تحتيه بيس كريمي. اوكي، وابدا احطه هنا. طيب مبدئيا اللون خفيف جدا، يعني يكاد يكون مش موجود، شايفين. هحط له الاول بيس كريمي، هستخدم جل الحواجب بتاع انستازيا واحط بعد كده اللون عليه. حطيت اللون الكريمي، بعد كده هاخد اللون الزيتي اللي قلت لكم عليه وامشيه عليه. اعتقد بصوا ظهر ازاي. عشان اللون يتدرج خده بالفرشه من فوق لتحت كده يا بنات. بصوا زي ما انتم شايفين اللون طلع قوي جدا جدا جدا. هرجع اخد بالبلاندنج بروش اللي انا خدتها في اللي حطيت بيها اللون البني، وارجع اخد من اللون البني تاني وامشيه على طرف اللون الزيتي. انا مش عارفه اللون البني يعني ما شاء الله بيجمنت جدا، اللون الزيتي بقى ليه ما طلعش بيجمنت زيه كده، مش عارفه. وبعد كده نضفت الفرشة وادمج الاطراف، عشان للأسف طلع بيجمنت قوي. مش للأسف، دي حاجة حلوة يعني، بس هو طلع للأسف بيجمنت على اللوك قوي. استخدم يا بنات الايلاينر ده من ايسنس، شفته امبارح في الستاند، سواده فاحم جدا 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 وبيقلب مطفي، يعني مش هتلاقوه بيلمع. امبارح جربته كده بالصدفه لقيته سواده فظيع فظيع، فلو لقيته الايلاينر ده هاتوه، وش فعلا حلو جدا. هو في الميك اب لوك يا بنات مش عامل ايلاينر، يعني عايزه اوريكم الصوره. هو مش حاطط ايلاينر، هو بس مكتفي ان الاي شادو كان متحدد فعامل شكل ايلاينر، بس انا هعمل ايلاينر. بقالي كتير بستخدم الجيل لاينر، يعني بقالي فتره طويله ما استخدمتش ايلاينر بريشه، يعني والريشه بتاعته كمان طويله، فلو لقيته اي كارثه حصلت يعني اتس اوكي. الايلاينر ده يا بنات ووتر بروف. يعني ايه بقى ووتر بروف؟ يعني معدي كمان مراحل الووتر بروف، يعني انا حطيت عملت سواتش على ايدي واتمشيت شويه عشان اشوفه هيقلب مات في الاخر ولا لا. اوكي هو قلب مات مفيش مشكله، بعد كده جبت وايبس وقعدت امسح امسح امسح، مرضاش يطلع بجد، مش عايز يطلع. قعدت امسح كتير جدا لغايه ما ايدي احمرت وفي الاخر طلع، بس قعدت امسح كتير جدا، فهو هيطلع عينيكوا عشان يطلع اصلا. بعد كده يا بنات هاخد القلم ده من ايسنس اسمه كاجال بنسل، هو بس مش لطيف شويه ان هو بتاخدي وقت على ما بتحطيه جوه عينك، بس يعني الفينش بتاعه لطيف. بالفلات براش اللي انا خدتها في الاول اللي هي حطيت بيها اللون الزيتي نضفتها كويس، وبعد كده هاخد بيها اللون اللي هو لون المنجاوي اللي احنا قلنا عليه في الاول، هاخد اللون ده وامشيه على الخط اللي تحت العين ده كأساس يعني لتدريجة الألوان. بعد كده هاخد فلات براش زي دي اللي هي بتبقى فلات بس رفيعة قوي، هاخد اللون البني الغامق اللي انا حطيته في كسرة العين ومشيه برضو تحت خط الرمش كده. هستخدم الماسكارا دي من ميبيلين اسمها توتال تمبتيشن،
عكيت الدنيا بس اوكي مش مهم. وهركب يا بنات الرموش اوف كاميرا وارجع لكم تاني. اوكي يا بنات خلاص ركبت الرموش وحطيت كمان ماسكارا في الرموش السفليه. الخطوه اللي بعد كده ان انا احط بلاشر وهايلايت. هستخدم بعد كده يا بنات باليت البلاشر والهايلايت دي من ريفوليوشن. الباليت دي اسمها بلاش شوجر اند سبايس. درجه اللون اللي انا هستخدمها ممكن اخلط الدرجه دي مع الدرجه دي هيبقوا الطف يعني. الواضح ان هي طلعت لون حلو يعني بس اوكي يعني البيجمنت بتاع البلاشر حلو جدا يعني خدوا بالكم تاخدوا منه يعني ندفة يعني حاجة كده صغنونة. انا البرد يعني مبهدني على الاخر. نيجي بعد كده للهايلايت. هستخدم درجة الهايلايت دي هي لونها شوية على بينك يعني بينكي قوي مش عارفة ما حاساها مش هتبقى ماتش مع اللوك يعني. بصوا الدرجة بتاعتها شايفين عايزة يا شايفين يعني فاتحة جدا جدا فمش عارفة هتبقى ماتش مع اللوك ولا لأ. طيب اوكي احنا نجربها يعني مش هنخسر حاجة ولو ما زبطتش نبقى نجيب حاجة اغمق شوية. مش حاساها فاتحة قوي جميلة ايه ده لأ حبيتها. هو بس عشان اللوك كله غوامق فكان عايز حاجة على ذهبي اكتر بس انا ممكن ارجع احط ذهبي تاني بس خليني اجربها معاكم يعني. يعني شايفين اللون بتاعها ده كده يا بنات ولا بقى فيه قبليها سيتنج سبراي ولا اي حاجة بجد حلو قوي. لا يعني فظيعة الصراحة. بما ان درجة الهايلايت دي طلعت زي ما انتم شايفين كده فاتحة هاخد الدرجة دي من انستازيا اسمها دريبينج جولد وهمشيها على اللون اللي احنا حطيناه بحيث تخلي اللون على ذهبي شوية. انا عايزة بس اشوف كده في سباركلز. لا يا بنات مفهوش سباركلز خالص يعني مفهوش جليتر. لا يعني حبيت بس انستازيا نظبط بيه اللون بس. ومن نفس اللون بتاع الهايلايت احطه عند مجمع العين مش عارفة يعني شايفين هو على ذهبي قوي بس مش هغطي بيه المثلث اللي احنا رسمناه بالايلاينر. انتوا متخيلين الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 4:30 الصبح والله 4:30 الصبح. وهحط برضو تحت الحاجب عشان ينوروا لونه حلو قوي. انا عموما بحب الهايلايت بتاع انستازيا بس ايدي بتتقل عليه شوية يعني بتأخر في استعماله شوية. وبعد كده يا بنات هستخدم القلم ده من براند اسمها اشز حاجة كده يعني. المهم لقيته في محل كوري كده من المحلات اللي انا بعدي عليها كتير دي. عجبني البيجمنت بتاع القلم شايفين اللون بتاعه تقيل قوي وحلو فاخدت منه القلم كلها. المهم حدد بقى الشفايف. الشفايف انا عايزاها تبقى حمرة دم. هستخدم اتنين ليبستيك. اول واحد ده من عند عهود مش عارفه شايفينه ولا لا. اوكي اول واحد ده من عند عهود اسمه سانجريا. اللون ده هستخدمه الاول لان هو بيخلي شكل السنان ابيض يعني بيخلي او بيبيض السنان فعشان كده بحبه جدا. وبعد كده هحط عليه الليبستيك ده من نيكس اسمه سبايسي اللي هي الايديشن اللي اسمه السود. اوكي هستخدمه لانه هو احمر احمر يعني هيخلي لوك شكله حلو.
وهحط بعد كده القلم بتاع نيكس عشان هو احمر احمر وفي نفس الوقت بيبقى طري قوي على الشفايف. هو الفينيش بتاعه مش سوبر مات، بس هو مشكلته او عيبه الوحيده لما تيجي تشربي حاجه وكده بيطبق على الحاجه اللي انت بتشربي عليها، بس ما بيتحركش من مكانه، يعني بيفضل اللون موجود بس هو بيطبق. مشكلته انه بيطبق، بس مش معنى انه بيطبق ان هو خلاص بيختفي، بالعكس بيفضل البيجمنت بتاعه زي ما هو، بس ده عيبه الوحيد. وبعد كده هاخد السيتنج سبراي ده من عند ويت ان وايلد، سمعت عنه ريفيوز كتير حلوه فقلت اجربه. ريحته حلوه جدا، يعني ريحته كده تحسوا ان انتوا قاعدين وسط زرع، يعني لا ريحته جميله قوي. بس كده يا بنات الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لي لايك كبيره قد الدنيا، وكمان تشتركوا تحت في القناه والمربع الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجايه تكون سنه سعيده عليكم كلكم، وتحققوا فيها كل اللي نفسكم فيه، وان شاء الله تكون سنه خير علينا كلنا ان شاء الله. وبس كده يا حلوين، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.